متفائل للأهلي وإلا لا؟ أنا متفائل للزمالك إن شاء الله. وبعد في الأول قلت لي أنت قلت الأهلي المصري، فأنا ممكن أتحدث عن الأهلي، فأنت لما يفوز الأهلي ما هو الأهلي المصري وأنت مصري. بالظبط. ها؟ بالظبط. إنما أكيد الوضع اختلف لو الزمالك طول باللقب. أوكي. لكن الأهلي متفائل للأهلي. يعني لما نتحدث عن الأهلي ما حكيناش على الزمالك وما حكيناش على البقية، احنا موضوعنا الأهلي. بالظبط. فلما نقول متفائل للأهلي شو تقولي متفائل للزمالك؟ أكيد متفائل للزمالك. ها؟ متفائل للزمالك. الجواب في مكان آخر، والسؤال في مكان والجواب في مكان. أنا كلمت يعني الأهلي. يعني أنا أقولك على الأهلي وتقولي الزمالك قادر على المنافسة، ولكن هيجد منافسة. الأهلي شديدة. لا متفائل للأهلي. مش مطلوب مني أنا أتفائل. أه؟ مش مطلوب مني أنا أتفائل للنادي الأهلي، هو حتى حد ما فرض منه حد شيء، لكن بما أنه موضوع الأهلي سؤالي هل أنت معناه سيادتك خبير في الكورة وخاصة في الكرة المصرية والأوروبية أيضا، لما تشوف الشامبيونز هذا الموسم أنت متفائل للأهلي؟ وسؤال عادي. متفائل لفرق كثيرة وليس الأهلي فقط. يعني أنت تراوغ؟ لا مش هراوغ. وأنت مهمتك وأنت لعبتك مش المراوغة، أنت تحب تراوغ. أنا مدافع. تحب تراوغ. أنا أقول لك الأهلي وأنت تقول لي لا الزمالك، أنا أقول لك الأهلي وأنت تقول لي الفرق الأخرى. ما تحب تعترف انه الاهلي انه الاهلي ايه فريق يفرض الاحترام وبامكانه الفوز بالتشامبيونز هذا أي حد الموسم ويفرض التفاؤل. يفرض التفاؤل. يعني غصبا عنك لازم تتفائل بالاهلي يفوز بالتشامبيونز، يفوز أنا بالعاشره. هشام مسموح بعد اذنك، انا ما حدش يقدر يفرض علي حاجه. مسموح بعد اذنك، انا ما حدش يقدر يفرض عليا حاجه ولا اقدر اقول حاجه غصب عني. انا فرضت عليك شيء حبيبي. لا انا بقول لك انا ما بفرضش عليك. احنا نتناقش. خاطر على المنافسه على البطوله تقول لي اتفائل النادي الاهلي؟ مش وظيفتي ان انا اتفائل النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده عشاق وعنده محبين. السؤال ده اتوجه لواحد انت رياضي. انت رياضي. انت تقول لابوتريكا متفائل للزمالك؟ مش شرط ان اتوجه لابوتريكا ولو الجمعه ولا انت لو قلت انت رياضي. انت محلل قنوات، انت لاعب سابق، انت خبير، انت ملاحظ في الكوره. سؤال يطرح عادي مثل كل الاسئله، يطرح مثل كل الاسئله. متفائل يا حبيبي؟ متفائل للاهلي؟ قادر على المنافسة على البطولة، قادر على الحفاظ على اللقب. خلاص. طيب باقي 5 دقائق. سوري 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 يا جماعة، والله الزملكاوي يتحدث على الأهلي. طيب دقيقة دقيقة دقيقة، مع الأسف الوقت يمر بسرعة. تفضل علي. بتصور فريق الأهلي بعد فوزه بدوري أبطال أفريقيا على حساب غريمه التقليدي بنهاية القرن معنوياته ارتفعت جدا، لإدارة سارعت إلى التحرك بسوء الانتقالات، انضم قلب دفاع كبير جدا بدر بانون، انضم رأس حربة والتر بواليا، محمد شريف موجود كمهاجم، صار عندهم لأن الفريق عانى هجوميا السنة الماضية يعني. ومع ذلك عمل الثلاثية. التشكيلة تضم خبرة وشباب، موسيماني عنده دعم كبير. مشروع نادي الأهلي وهدفه للعاشرة بعتقد على الطريق الصحيح، رغم بعض الفرق اللي ممكن ينافسوا، بس هو الأوفر حظه. عبد الكريم دقيق. لا أحد يستطيع أن يستبعد الأهلي من المنافسة. أعتقد بأن الأهلي أحد أهم وأكبر فرق المنافسة في هذا الموسم. هيثم أشكرك جدا 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 ومن القلب على إخلاصك، وأعتقد بأني سأجيب عنك. أنا متشائم بأن الأهلي من الممكن أن يكون هو المرشح الأول للبطولة في ظل هذه التشكيلة والاستقرار الفني والإداري، لكني متفائل أيضا بأن الزمالك سيكون إن شاء الله. كيف الزمالك بده يكون منافس؟ لحظة. يا ولدي احنا قلنا دقيقة كل واحد وانت تتدخل خلاص. قالك متشائم، احنا قلنا متفائل، قال متشائم للأهلي. هذه ما بعرف. تفضل فتحي.
الثلاثيه، الاهلي بيشارك في كاس العالم، الاهلي في الدوري السنة في المصري قلنا راهو ربما طموحاته الكل تحققت، ما فماش الرغبه ولكن مازال جيعان، لاعبين الاهلي مازالوا جيعانين، حتى هزيمه كلها انتصارات في الدوري، مش يلعب كاس العالم في مجموعه معناها ضعيفه نسبيا، ثلاثه مقابلات يوصل للفاينل في دوري الابطال، يظهر لي نكونوا موضوعيين. انا اتمنى الترجي ويتمنى عبد الكريم يتمناه والزمالك وغيره يتمنى المولديه، ولكن فهم موضوعيه تفرض، وانه الاهلي مرشح بارز وبارز جدا موضوعيا لخلافه نفسه. مش الى درجه التشاؤم يعني، مش الى درجه التشاؤم، لا لا مش الى درجه التشاؤم. ما هشام انت موافق على التشاؤم؟ انت متخيل التشاؤم بالنسبه ان الاهلي مرشح مع استبعدها؟ متخيل ان انا كزملكاوي اقول لك النادي الاهلي انا متفائل ان الاهلي ياخد البطوله؟ يعني طب ما نعرفش، انت قول جمهور الزمالك يقول عليا ايه؟ طب انت قول لي، ما اعرف. انا بقول لك قادر على النادي الاهلي، لا يستطيع احد يستبعد الاهلي من المنافسه، بل ينكر حقيقه النادي الاهلي في المنافسه على اللقب والفوز باللقب، بعيد كل البعد عن مفهوم كرة القدم. انا بقول لك هيلاقي منافسة شرسة والفرق الاخرى قادرة على التتويج ايضا. انا بقول لك شغلي هشام بس بثواني معلومة، شو هالشغلة وشو بطولة 2006 بطولة 2012 بترد على تشاؤم عبد الكريم لما كانت البطولة تقريبا راحت من الاهلي وراح خارج مصر وفاز باللقب. بعدين بقول له بفهم، بقول انه الاهلي لا يزال مرشح الاوفر حظا، زائد اذا عبد الكريم متفائل للزمالك خليه يحتفظ بنجوم فريقه قبل لانطلاق البطوله وبعدين يحدث الحدث. تفضل عبد الكريم. هيحتفظ ان شاء الله. تفضل. انا قلت باني كزملكاوي متشائم بان الاهلي مرشح، لم اقل متشائم ان سمح الاهلي لم يحقق البطوله. سمحني انا عكستها. سمحني تفضل. سمحني عبد الكريم، الوقت ما عاد يسمح ولا ندخل في حوار اخر. انت لماذا تتحدث كزملكاوي؟ انت اعلامي قبل كل شيء. لا 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 اسمح لي، لا هيثم اذا يتحدث يقول زملكاوي، هيثم العب في الزمالك، حب للزمالك مع معروف، انت ميولاتك زملكاويه، لكن انا نحب من عندك رايك كاعلام مش كزملكاوي. اذا زملكاوي انا قلت في البدايه واكدت على ان لا احد يستطيع ان يبعد الاهلي، اوكي، ولا خليك ولا احد واقعي يستطيع ان يبعد الاهلي. اوكي انا قلت ذلك، ممتاز، اكدت على ذلك، ممتاز، خليك في هالراي هذا، خليك في هالراي. لما تتقمص دور الزملكاوي ما عادش انتهينا. لازم الاهلي لازم ياخذ حقه، معروف، زملكاوي اهلاوي بورسعيدي هذا ده، الاهلي هو الاهلي، حبيبي احببتهم كرهتهم يعني، والله العظيم هذا الموضوع اختاروه السادة المشاهدين، هي مش احنا اخترناه واحنا ادينا له حقه، ولا لا نبخل حقه، لا السادة المشاهدين اختاروه وحبوا هذا الموضوع. بعد ما حضرتك شفت الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الإشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناة الأهلاوية على اليوتيوب. بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة. كان معاكم أخوكم هاني الشراوي، والسلام عليكم.